رحلة نزوح شاقة يعيشها سكان الريف الغربي في مخيم جبل زيد للنازحين في منطقة البيرين بمحافظة تعز، بعد أن أجبرتهم المعارك المحتدمة على الفرار. معاناة الأسر في هذا المخيم تفاقمت مع قدوم موسم الشتاء، إذ أكد ساكنوه افتقادهم لما يقيهم من البرد والصقيع كالملابس والأغطية، وقد اهترأت الخيام بعد أن تجاوزت عمرها المقرر. البرد فقشني أنا وعيالي، لا دفاع معانا ولا طرابيل معانا مفارش ولا معانا حاجة الله، قياع نحنا عشان نموت، نحنا قياع مش معانا حاجة الله، ما تام معي أي تام معي من يوم ما مطرح زوجي، ولا لقيت لا عاد بير ولا سكر ولا عاد لقينا شيء. الأزمة كانت أكثر فتكا على الأطفال وكبار السن الشريحة الأكثر ضعفا، ولا سيما أولئك الذين يعانون أمراضا مزمنة أبعدتهم أهوال الحرب عن نيل الرعاية الطبية. ومعنا يعني من الأكبر شيابة كبار السن من المعاقين، وأطفالنا مصابين بالمرض بسبب البرد، ويعني الحالة دهور لبعض الحدود. نعيش في هذا المخيم على يعني كما ترى ذولنا، معنا الأطفال هذول ناس من كثرة البرد مرضى، ناس مصابين بالسعال والزكام، ومعنا شباب كبار السن مثل ما قلت لك انهم كبار السن ما يقدروش يتحملوا البرد. الأسر في مخيم جبل زيد ناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتوفير مستلزمات التدفئة والأغطية التي تقيهم البرد. نطلب لنا ان شاء الله بطانيات دفاع كتر نحن البرد، سقوع انزل براد فوقنا، بطانيات معانا قدهم، بوالي مفارش بوالي مبزقين، والفرش مش معانا فرش مبزقين حيثهم، لكن ترى عيشتنا ضيق عيش ذنكا. مطالب النشاط من يعني من فاعلين الخير من المجتمع الدولي أن ينظروا إلى هذا المخيم بعين الرحمة. أوضاع مأساوية وصل إليها سكان مدينة تعز بعد أن لفظتهم الحرب من منازلهم إلى مخيمات النزوح التي تفتقر لأبسط مقومات العيش، بالتزامن مع انخفاض التمويل والدعم الأممي للنازحين في السنوات الأخيرة.